ابراهيم العربي مقدم ديال مالي الخيل من مدينة ديال السالة. مهرجان بصراحة داز احسن مهرجان والنظام وصار فرق كاملين اللي كانوا كلهم مستوى ديال مزوينة. زعما داز واحد الامور سالمة لبس كلشي طورة ديال البلاد كاملة تبارك الله. زعما ما كاينش زعما شي حاجة اللي غادا فهمتي كلشي داز زوين الحمد لله خرجنا سالمين. مالي الخيل الجماعة ديالي والوالدة مسكينة راه معنا كلشي الحمد لله داز زوين وتشكروا هاد الناس هادو اللي قاموا بهاد المباراة هادي كامل. 47 صربة 47 صربة اللي كانت المحرك كاين واحد شوية ديال شوية تمرت ولكن الحمد لله خرج بلاد مسالم ودارت الأمور ثانية كلشي خرج الحمد لله مزيان مزيان المستوى بعد حاجة واحد مزيان انتوما تمشيوش الحمد لله كلشي على النظام النظام كامل. أولا مالي الخيل مقدمين مرد من راسهم والسلطة والحمد لله الجماعة ديالهم والرياس ديالهم دوزوا هذيك الأمور كاملة دازت بخيرة كاع الحمد لله ما لقيناش شي صعوبة كاع فهمتي كلشي موجود لا من الماء لا من الاحترام من المقدمين أي حاجة زعما ما لقينا حتى شي مشكل. غير هو ضيق ماشي غير صالح ولكن ضيق والمقاطعة ولا الناس اللي مسؤولين هنا ما عرفوش ينظموا داك الشيء. بالنسبة للمحرك راه كان شوية فيه ديكالاج فيه واحد شي حاجة ماشي هي هذيك يعني ما عجبتش البردية. أما هو يعني كان جمهور كان الجو زوين وكل شيء زوين ولكن المحرك ما كانش مصيب مزيان كانت 47 صربة سيدي راه يعني راه شي 800 وكثر ديال الخيول. كان مهرجان كبير ولكن الناس اللي هذا باقيين ما عندهمش تدريبه الناس اللي مسؤولين ما عندهمش تدريبه في هذا الميدان. هو كان تيعمر هنا في تحت جهه الشاطئ ولكن ما كانش بهذه الكميه هذه كانت تجي فيه واحد 13 صربه 14 دابا راه تبارك الله 47 صربه ما ساهلاش 47 حتى 48 ولا 49 وكانت حسب اللي قالوا لي الناس راه كانت شي 800 والصرف ديال الخويين عاد تفرجوا مكرفسين شويه وهاد الجهه عندنا ما مولفاش داك الشيء مولفاه يمشي لراس المحرك ويجلس يعطيهم خدا يعطوه تاي يعطوه هذا ويجلس يتفرج مع راسه. يعني هذاك هو اللي عنده رغبه ف ف ف ف, ف. كاين اللي عنده صربته وما مفرج من المحرك ما يمكنش خصو يجلس لا ولكن هذا شويه هذا زيروا معنا شويه يعني جابوا ناس اللي هما غير مع ماشي ولاد الميدان. هاد البلية هادي طورة أصيلية فهمتي طورة أصيلية بنادم من الجدود وكلشي الحمد لله تبلاش الوليدات معنا وكلشي مبلي والصوار ها هو دابا لو وريتي كيفاش غيدير العود غيدير الحمد لله كلشي داز هذا والدراري كلشي مبلينا وحنا الحمد لله حنا هاد الوليدات كلهم تنبغيو نعلمهم علاش حتى هما بغينا نكونوا حتى هما بحالنا ويكونوا ما احسن منا فهمتي تنبغي ما يكونوا ما احسن منا ما تيكونوش مكرم منا فهمتي كلشي الامور كلها دازت مزيانه والحمد لله الخير وهذا وسالمه والحمد لله تطلبوا السلامه للجميع. كلشي زوين الحمد لله هادي جايه من الجدود من الاولانيين حتى الاخرانيين وحنا عرش الملك الا ما حركتش حتى حنا تنمرضوا فهمتي حنا كنا تنمرضوا لا الفارس ولا حنا الا ما ركبنا شاي تنروحوا مراد حنا بحال شغل عيساوه الا ما حضرش ما ينعش. دازت زوينه دازت من ناحيه النظام من ناحيه الماء من ناحيه الضوء دازت المهم دازت المهرجان ممتاز كانت 47 صربه هو كانت كالعاده ديما تتوجد وتتبروغرامي وتت هاد المهرجان كانوا دايرينه بالعرضه حنا تنجيو حنا اول خطره تنجيو ليه اول مره تنجيو ليه جينا من النواحي ديال السلام من سيدي حميده منطقه سيدي حميده سالة جديده. كيفاش المحرك زوين كلشي داز زوين اش محرك ناقص كاين شي محرك بحال هذا كلشي داز زوين من ناحيه التنظيم من ناحيه السلطات من ناحيه الرئيس من ناحيه كلشي مهم مهرجان ممتاز كلشي قصر كلشي مشى ناشط لا مشينا الحمد لله كلشي مشى ناشط فهمتيني من ناحيه شوف احسن مهرجان داز حنا باقا في السلا باقا ما قلناش بسم الله كاع يلا داز عندنا واحد المهرجان في العرجات مازال كاين سيدي حميده مازال كاين سيدي عبد العزيز مازال كاين مهرجانات مازال غنريحوا فاني واحد السيمانه ولعبوا سيدي حميده ودابا غيختموها مع الدخول المدرسي غادا مزيانه وحتى حنا فاني تمشي موحش خاصك فاني توحش حنا ديما مولفين هاد الهيتات معكم السي محمد بن موسى عن قبيلة شبير قاسم الودايه.
بصيفتي كباردي تبارك الله هاد الموسم هذا دوزنا من احسن المهرجانات اللي كاينين هنايا في جهه الرباط القنيطره لحد الان، واخا كاينين بعض العراقيل ولكن الحمد لله الحمد لله. والمهرجان راه تبارك الله راه خدا واحد الصوت اللي عالي تبارك الله، والناس كلها تتشكرو، غير كان واحد كانوا بعض النقص من ناحيه السراب اللي حجات بكثافه على المحرك اللي تتفوق 46 صربه. لو كان واحد 30 صربه ولا 25 كان يدوز واحد المستوى اللي عالي تبارك الله. دابا المحرك ما عندوش الطاقه الاستيعابيه ديالو لا يفوق هذاك المحرك، هادشي اللي علاش كان ناقص كان شي شويه سميت. اما تبارك الله راه تنشكروا سعاده الرئيس السي العاوني اللي تبارك الله تكلف من جميع النواحي، لا من الماء لا من كل شيء الحمد لله موجود. لا الحمد لله ولات دابا داك الشيء ولا هو بلانفيتاسيون بالعرضه، ولا الناس وتنختاروا حتى حنا بعض المواسم الحمد لله اللي تيكونوا بحال دابا زياده الرباط ما تقدرش تسافر، هي وراثيه ما يمكنش تنوض دير مقدم. دابا ولا مقدم ولات دخلت فيه حتى سياسة الميدان هذا، ولا دابا ما بقاش هو ما كانت شحال هذه كانت مقدمة تاخذها من عند الاب ديالك ولا الجد ديالك ولا العم ديالك على حساب الدرجه انت اللي كنتي فيها. دابا مقدم تيكون خليفه تيكون شاد على الخليفه داك الشيء اللي كاين. دابا ولات الفلوس ولا كل شيء باغي يتقدم. بارك الله راه كان غادي نقرض واحد الوقت لولا لامينا الله يرحمها مسكينه هي اللي دعمات هاد الميدان هذا ديال التبوريضه، وجا من بعد المولى الشريف مولاي عبد الله العلوي، والله ينصر سيدنا ان شاء الله والله يشافيه لينا. وهادشي تبارك الله راه زوين هادشي اللي كاين هنايا مهرجان ديال المهرجانات، راه دابا كل قبيله وتتعمر المهرجان ديالها. دابا بحال دابا سلا بحال تماعره بحال الصخيرات باقيين مهرجانات، باقي مهرجان نيت في الرباط حتى هو تيدوز من احسن المهرجانات ديال عين خلويه. مهرجان تبارك الله كيفاش نقول لك الفلوس ما بقى دابا الفلوس وجدت، ما بقاش داك المهرجان كانت شحال هذه السنين اللي كانت فاتت شحال هذه ما كانت بحال هادشي اللي وقع دابا، ولا دابا كل شهر ولات المواسم مهرجانات ولا كانت شحال هذه ثلاثه المواسم اربعه في العام. تنهضر على بحال دابا جهه الرباط كانت عسراقه عيد العرس سيدي حميده، ربما سيدي حميده وكان سيدي الحسن. دابا ولاو المهرجانات ولاو بزاف سميتو تبدلات هذاك الشيء التغيير. دابا كاين المقدم اللي تيضرب كمثال دابا هاد الناس هادو ديال سلا راه تبارك الله عليهم راه تيضربوا حتى 12 موسم 14 موسم في العام. اول حاجه راه هذا تنصحهم باش يبقاو متشبتين في التراث المادي اللي حتى هو دخل العالميه، هذا راه تراث زوين، ونطلبوا من الله الله يسهل على الجميع والله يحفظ الجميع. وراه البواردي راه ما طالب حتى حاجه، طالب غير يكون محرك زوين ويكون نظام، وراه هو حتى هو يعطي واحد الفرجام ديالو، هادشي اللي طالب البواردي. شكرا.